كيفية عزف مقام الكرد على وتر واحد، والفائدة من عنده مثل ما شفتوا سلاسة بالعزف بالتقاسيم، خاصة أقدر أسوي تريل بالرجوع، النغم مالتي يطلع حلو، التزحيف أقدر أزحف ما دام أنا أعرف مواقع النغمات على وتر الصول. فراح نتعلم اليوم طريقة سهلة جدا، هي طبعا بس تحتاج ممارسة يومية. هاي الطريقة تعلمنا نندل مواضع النغمات على زند العود. راح نوصل من البوزيشن الاول او الوضعيه الاولى الى الوضعيه السادسه او البوزيشن 6. نبلش بالفيديو. هو القاعده هي راح اشرح القاعده بصوره نظريه وبعدين بصوره عمليه. اول ثالث مواقع الاصابع على الزند، احنا الكورد اسفه اللا والسي اول ثالث مو صحيح، بعدين ننتقل هذا متعودين عليه احنا. فأول ثالث هي أول مرحلة، يعني أول ثالث بعدين أول ثالث بعدين أول ثالث بعدين أول ثاني بعدين أول ثالث بعدين أول ثالث. شلون راح نسوي هاي بطريقة عملية حتى تكون سهلة؟ أول ثالث من نعزف أول ثالث، الأول إصبعي السبابة راح يكون القايد أو القائد اللي هو راح يقودني يوصلني للوضعية السادسة. طبعا الفتحة بين الأول والثالث هنا راح تكون أصغر من الفتحة بين الأول والثالث هنا، لأن الزند أكيد راح يصغر. فنبدي بالأول والثالث الأولى أو الوضعية الأولى أو البوزيشن الأول مثل ما تسموها. فأنا من عزفت إصبع الأول والثالث، الإصبع الأول ثابت والثالث ثابت، أشوف أنا جاي أشوف الإصبع الثالث وين مكانه مو صحيح، فأشيل إصبع الأول اللي هو القائد مثل ما قلنا، أشيله أخليه مكان إصبع الثالث. صار إصبعي الأول مكان إصبعي الثالث، ونفس فتحة اليد الثالث هنا راح يصير عندي دو. أقدر أختبره يعني عندي دو مطلق يطلع، إذا مثلا إذا طلع هنا مثلا أصفيه أعيد مرة ثانية أول ثالث. طبعا أول شيء مطلق صول مطلق، أول ثالث لا سي، وبعدين أول ثالث سي دو، بعدين همين أول ثالث أشيل إصبعي الأول اللي هو القاعدة أخليه مكان إصبعي الثالث، راح يصير عندي دوري. فعندي ثلاثة أول ثالث أول ثالث أول ثالث، هاي أول ثلاث بوزيشنات أو ثلاث مواضع. عندي الموضوع الأول أو الوضعية الأولى، الوضعية الثانية، الوضعية الثالثة. من أوصل الوضعية الثالثة عزفت ري هنا بالإصبع الثالث، أتأكد أنه ري عندي وتر ري فوق مو صحيح، حتى أتأكد نغمي صافي. هنا بهاي الحالة هم راح أنقل إصبعي اللي هو القائد القايد الأول إلى موقع إصبع الثالث، بس هنا ما اعزف الثالث اعزف الثاني حتى يطلع عندي المي بيمول. اعيد اول ثالث اول ثالث اول ثالث البوزيشن الثالث، بعدين اول ثاني صار عندي الوضعية الرابعة او البوزيشن فور، بعدين وراها من المي بيمول الى الفا انقل اصبعي السبابة القائد الى مكان اصبعي الثاني واعزف الفا باصبعي الثالث. طبعا انتبهوا القائد مالتنا ثابت على الزند، دائما ثابت على الزند. بعدين انقل اصبعي الاول الى مكان اصبعي الثالث اللي انا جاي اشوفه وين، واعزف الصول باصبعي الثالث. الابهام هو واصل الى نهايه الزند، بحيث هو هاي نهايه اخر محطه بالزند، وهنا اصبعي الاول ثابت الفا والصول. اوكي اعيد مره ثانيه رقم التليفون اللي حفظناه 1-3-1-3-1-3-1-2-1-3-1-3، هذا تكتبوا او تحفظوا انتوا حرين يعني. اعيد التمرين من البداية اللي هو قلنا احنا الصول مطلق، بعدين اول ثالث، بعدين اشيل الاول خليه مكان الثالث، اول ثالث بعدين اول ثالث بعدين اول ثاني بعدين اول ثالث. هاي وصلنا الى الصول نهاية المقام او السلم، ما استخدمنا اي وتر ثاني غير وتر الصول. بالرجوع
انا عندي هاي انتقالة شوية صعبة، يعني من الفا للمي اشيل اصبعي الاول الى مكان المي، بعدين عندي الفا باصبعي الثالث مثل ما قلنا، رجعت للدو الى السي. هنا شنو سويت؟ هذا تريل هذا ممكن تتمرن عليه، يعني هو تضرب الريشة انت مستقر بصبعك الاول وتزخرف بصبعك الثالث، هي بصدر الريشة يعني. تمام، وصلنا الى البوزيشن 6 او الوضعية السادسة. هنا من وصلت الى الري بالاصبع الاول اقدر اعزف المي بصبع الثاني والفا بصبع الرابع للدو، لزمت الدو، بعدين اعزف الري بصبع الثالث والمي بصبع الرابع. هنا اكو يعزفون الدو بالاصبع الثاني والري بالاصبع الرابع، يعني اذا هاي صعب عليكم تقدر تسوي بدل ما تسوي اصبعك الثاني والرابع تسوي تزحف الاول. هاي انتو يعني مرور الزمن انتو راح تشوفون شنو الاريح لكم انتو وشنو الاسرع وشنو الاحلى. هنا عزفت الري بيمول، يعني هو عرضية لامية، هاي لامي بدل ما اعزف هنا اعزفها تزحيف، اللي هو من انتقالي من الاصبع الثالث الى الاصبع الثاني. هاي تتمرن عليها بصورة بطيئة. العرضيات اللي تصير بمقام الكرد هي مثلا عندنا هاي العرضية هي اللامي، هنا السي اعزف هنا لا طبيعي بصبعي الاول بعدين اصبعي الثاني اعزف السي وارجع لا بيمول بصبعي الاول اعيدها. فالتمرين كله يصير عندي اول ثالث اول ثالث اول ثالث اول ثاني اول ثالث اول ثالث. هنا اقدر اعزف جرس وتر الصول، اللي هو من وصل ايدي نهاية الزنت بصبعي الثالث راح يكون هو اوتوماتيكين يوصل الى الصول. الامس الوتر ما اضغط عليه بس ملامسة، يعني بضربة الريشة وانشال الاصبع وياها، يعني ينتر نتر، يعني هنا اذا عندي وتر الصول. طبعا هالحركة تقدر تطبقها على كل الاوتار. هذا هاي بالنسبة لأجراس النغمات الأوتار تصير بالإصبع الثالث، اليد مفتوحة بهاي الصورة وبهاي الحركة. زين، فهذا التمرين تواصلوا عليه وراح تشوفون إن شاء الله أكو فرق راح يكون بعزفكم، خاصة بالتقاسيم راح تكون أحلى وسلسة وإحساسكم راح يظهر أكثر بالتقاسيم. نشوفكم إن شاء الله بفيديو ثاني عن قريب، بالتوفيق من القلب، تحياتي.